القضية الأخرى التي هي أكثر أهمية في من وجهة نظري أنه لا بد من إشراك السكان المحليين حول المواقع الأثرية في حماية المواقع. هذه المواقع كيف تتم حماية هذه المواقع؟ من خلال البرامج التوعوية ومن خلال التوعية للمواطنين. اليوم أيضا دكتور أكو قضية مهمة، لما نتكلم عن التقصير من قبل الجهات الحكومية، من بين التقصير هو عدم وجود حملات توعية من قبلهم للمواطنين حتى يعرفون شلون يحافظون على هذه الأماكن. اليوم شفنا العديد من الأماكن للأسف مهملة حتى من قبل المواطنين ومستخدميها أماكن لرمي الأوساخ. وللأسف السبب أين أخي الفاضل؟ نعم. السبب أنه لا يوجد محرك لحماية هذه الآثار من قبل. كيف؟ طيب. انه من خلال الاستثمار الشيء من خلال اقامه منتجعات كما ذكر الاستاذ الفاضل في الاستوديو، مثلا لدينا مدينه سامراء، اشور في الموصل، لدينا هاشميه الانبار في الانبار، لدينا اكد، لدينا اور، لدينا المئات من المواقع الاثريه وهي عواصم حضاريه مختلفه سواء في الحضارات القديمه او في الحضارات الاسلاميه. نعم. بالتالي عندما يكون هناك مجمع سياحي، عندما يكون هناك اهتمام بالسكان المحليين من خلال اشغالهم في هذه المجمعات السياحية سواء بالتوظيف او من خلال الاعمال اليدوية الموجودة كما وجدناها في دول عربية مجاورة وقريبة من او المحيطة مثل مصر، مثل الاردن، مثل لبنان، وحتى الدول المحيطة بالعراق وغيرها. نعم. بحيث يكون المواطن حريص على حماية هذه الآثار.